الاقتصاد القارة الأفريقية معروف أنه بيعاني ويعاني منذ سنوات. لو هنتكلم قديما استعمار وبعد الاستعمار مروا بمراحل صعبة جدا حتى وصلنا إلى كوفيد وبعد كوفيد والضعف في سلاسل الإمداد أو نقص سلاسل الإمداد والأزمة الروسية الأوكرانية، كل ده بيصب في النهاية أو بيؤثر في النهاية على القارة الأفريقية. وجود القارة الأفريقية كعضو في هذا أو في هذه المجموعة ازاي ممكن ينعكس على اقتصاد هذه القاره؟ وفي نفس الوقت احنا عندنا الكبرى الاقتصاد بتعاني هي الاخرى ايضا، وعندها نمو اقل حتى من العام الماضي طبعا، بما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي من كام يوم بيقول انه معظم دول مجموعه العشرين بتعاني هي الاخرى من بطء في النمو الاقتصادي مقارنة بعام 2022. تمام، هو زي ما حضرتك بتقول ان كل الاقتصادات الاقتصاد العالم كله تعانى من التباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، سواء الدول المتقدمة او الدول النامية ومنها طبعا افريقيا. لكن خلينا نقول ان وجود افريقيا في هذا التجمع هو مش بس فايده لافريقيا قد ما هو فايده برضه لدول ثانيه، لان افريقيا هي مصدر لمواد خام، افريقيا هي سوق كبيره لتصريف السلع. يعني احنا لو اتكلمنا عن الصين اللي هي اكبر اقتصاد او من الاقتصادات الكبرى في قمه العشرين، افريقيا بالنسبه لها هي مورد للسلع الاساسيه او المواد الخام، وفي نفس الوقت هي سوق لتصريف منتجاتها، هي فرص بتطرح فرص استثمار للدول اللي موجوده في قمه العشرين. فوجود افريقيا في هذه التجمع هو مش بس فايده للدول الافريقيه ان هي تعرض مشكلاتها، ان هي تقدر تطور اقتصادها، هو وجودها هي فرصه للتعاون ما بين الدول، ان انا بطرح فرص استثمار فده انا هستفيد منها كدول افريقيه، هتستفيد من فرص الاستثمار ان هي هتعمل فرص عمل وهتعمل نمو اقتصادي، وفي نفس الوقت الدول دي هتقدر ان هي تلاقي منفذ لاستثماراتها في القاره الافريقيه. لكن خلينا منحازين شويه للقاره الافريقيه، يعني ده اللي يهمنا، المكاسب اللي هتعود على القاره الافريقيه من فرص الاستثمار طبعا اللي هي الاستثمار الخارجي فيها، وفرص الاستثمار دي مش بس مجرد ان هي بتبقى موجوده، لا هي بترفع معدلات النمو الاقتصادي، بترفع معدلات التشغيل، فبتحل مشكله البطاله، بتحل مشكله الفقر، لان انا بولد دخل اكبر في الدول الافريقيه. يمكن مصر في القمه الحاليه والقمه اللي فاتت اللي هي كانت 2017 او 2018 لما مصر كانت موجوده فيها، كان حصل تعاون واتفاقيات تعاون ثنائي واتفاقيات استثمار مع المانيا، فدي بتبقى وجود الدول الناميه في مثل هذه القمم، ده بيديها فرصه ان انا بعرض ما لدي من فرص. يعني خليني اخد بقى من حضرتك في الحته دي، وحضرتك استاذ اقتصاد، يعني التعاون الامثل بين مصر والدول يعني المشاركه في القمه، ايه يعني الاستثمارات او خليني اقول الأرباح الاقتصادية اللي ممكن تعود على مصر من خلال مشاركتها في هذه القمة في وجهة نظرك؟ يمكن الفائدة الرئيسية أو الثمرة الرئيسية من تجمع من هذه التجمعات ووجود مصر في هذه التجمعات هي جذب الاستثمارات، جذب الاستثمارات من الدول المختلفة، الدول الأجنبية المختلفة، لأن احنا في مصر هنا عندنا تظل عندنا مشكلة تمويل، والتمويل ده حلها مش بس مجرد قروض، لا احنا بس التمويل دي ممكن سدادها من خلال استثمارات أجنبية. عندنا في مصر عدد سكان، يمكن احنا الزيادة السكانية وكان مؤتمر السكان من كام يوم، فعندنا عايزين استثمارات عشان تقدر تولد فرص عمل فنقدر نوظف ناس. فالحقيقة ان وجود مصر في هذه التجمعات واشتراكها في وجود بقى تداولات للأزمات الحالية أو للقضايا الحالية، اتفاقيات ثنائية مع الدول الموجودة، يمكن قمة العشرين بيكون فيها كمان منظمات دولية زي صندوق النقد، زي البنك الدولي، زي OECD أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فوجود هذه التجمعات ده بيدي فرصة للفايدة الاقتصادية المصرية.